بالله بالله قولي عاتك وين؟ يا مبدلتني بمال ولا بزين؟ عادك وين يا مبدلتني بمال ولا بزين؟ يجيك النهار وتشتاقهم الاثنين، يجيك النهار وتشتاقهم الاثنين، تحرم عليك حتى غزرة عيني. لا إله إلا الله لو كان هي كاتبة، لا إله إلا الله لو كان هي كاتبة. محمد رسول الله، محمد رسول الله، لو كان لو كان فيا فيا رغبة اللي ناديك ناديه بالصوت حتى يواجب، واللي خليك خليك، واللي خليك خليك مثيل الحجل في المراجب. دا 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 da 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 hey hey غاضني كان سيد بنادم حشاكم بالخصوص اللي رايع عادم. داني 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 دا 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 سري في بالي خبى خبونا السجوات شعل الخبر وتربى ظليت شابة وادم. أنا سري في بالي تخبى خبوا ناس جواد شعل الخبر وترفى ظنيت جاب واد قلبي مليان تعبى تعبى. شوف الغلط يا باد شوف الغلط يا باد. لا 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 لا
شريف من ربي وصل الشرف اجداد اصل امي مكه وحبي وجد من بغداد اصل الشريف من ربي اصل الشرف اجداد اصل امي مكه وحبي وجد من بغداد خلت تنسى بحبي ولا تنسى بحبي اصل رذيلة بساد بحري ما نحب إلا البحرية بحري يغري يا ربي توب عليا ما نحب إلا البحرية بحري يغري يا ربي توب عليا سيدي أنا سيدي أنا سيدي سيدي أنا أنا بحري وما نحب إلا العوامة بحري يغري يا ربي يكون معانا ما نحب إلا العوامة بحري يغري إلا يكون معانا بابا الشريف عليك يا بابا الشريف عليك بابا الشريف وعبد الله بابا الشريف عليك سيدي سيدي ماشي وعبد الله بابا الشريف عليك سيدي بابا الشريف المسمية بابا الشريف عليك أو السيدة يا المنوبية بابا الشريف عليك أماني يا عيني أماني يا عيني أماني يا عيني الحوت عليك وعليا يا عيني يا عيني
معايا اجا معايا شكرا 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 سي المنصف اجا معايا باش نتفرجوا في التلفزه مع بعضنا انا وياك انا وياك باش نشوفوا التلفزه هذيا عندك ما تتفرج في هذا التلفزيون الخطير نتاع حنبعل اقبل سي المنصف بسرعه تتفضل باش تعطينا النتائج قبل ما نشوفوا الصوره اللي باش تطلع في التلفزه سي المنصف تفضل نجم غادي سي المنصف او هنا الى جانبنا سي المنصف النتائج مع سي المنصف نتائج ترجي الجرجيسي شبيب القيروان 2-0 مستقبل المرسى النادي الافريقي 0-0 النادي الصفاقسي ينتصر على ابن خلاد 2-1 الملعب التونسي نادي حمد النف 1-1 الترجي الرياضي التونسي مستقبل قابس 4-1 الاولمبي البازي قوي في القفصه 1-0 النجم الساحلي النادي بنزرتي 1-0 والاتحاد المنستيري امل حمام سوسه 1-1 ويكون الترتيب على النحو التالي الترجي الرياضي التونسي 66 نقطه هي. اللي بعده النادي البنزرتي 61 النادي البنزرتي 61 نقطة خلينا نجيب واحد النادي الصفاقسي مسالس النادي الصفاقسي 50 نقطة مستقبل مرسى 46 النجم الساحلي 45 النادي الافريقي 39 شبيبة القيروان وقوافل القفصة والاتحاد المنستيري والاولمبي الباهلي 33 امل حمام سوسة 32 الملعب التونسي 30 الترجي الجرجيسي 30 من هنا بدا نختار نادي حمد النف مستقبل قابس وبني خلاد بني خلاد نزل الى القسم الثاني ان شاء الله عوده بسرعه يتسمى نزل انتهى نزل بني خلاد نزل مهما كان النتائج تاعو ان شاء الله عوده باش تقعد بقعه ما بين نادي حمد النف ومستقبل قابس ثم في بطوله الهدافين اليوم يوسف المساكني سجل 3 اهداف وهكا يكون عنده في رصيده 17 هدف وهو بطل الهدافين الى حد اليوم تصفيقه الى خليك عاد خليك سي المنصف شكرا جزيلا يعطيك الصحه حاجتي بيه في حاجه ذيبه كان ما تراوش معنا نحب نبوس سي المنصف بربي عايش شكرا جزيلا يا سيدي بتصفيق كبير بارك السلام عليكم نلتقي مع سي المنصف في الاحد المقبل ولكن نحب هذه الصوره باش تثبت معايا في هذه الصور نمشي الى الشارع التونسي شي يقول على لطفي جربانه نشوفوا مع بعضنا ثبت معايا باش تجاوبني ثبت شنو رايك في الفنان الشعبي المطرب الشعبي لطفي جرمانه؟ لطفي جرمانه بي نسمع بيه لطفي جرمانه وجو حفيلي هكا والجو هذاك كله معز الاصوات في تونس بارك الله عليه يغني بالكدا هو فنان معروف ياسر وعنده شعبيه نتاعو في تونس وبرشا ناس تحبه فهمتني؟ مطرب حلو برشا انا صراحه يعجبوني برشا اغنيته فنان كبير وعنده شعبيه كبيره في تونس اكيد عنده شعبيه باهيه فهمتني؟ مي توا ما عادش يهضر حتى السيديات ولا غنيات جدد ما عندوش خلى بصمته هو من قبل بطبيعته وانا عندي ديجا برشا ما سمعتوش توا فهمتني والله مطرب حلو برشا وغناه ماشي برشا في تونس واحنا كحانوت معناها نبيعوا السيديات والله يمسلي على النبي سيديات وخارجين جرمانه خساره برشا خساره للفن الشعبي التونسي اللي نعرفش نعامل فين نبدل الريتم تاع الغناء نتاعو مع جرمانه كل وقت يجبد موال يقرقعها هي اشهر الاغاني لطفي جرمانه اللي تقعد ديما راسخه في اذهان الشعب التونسي عندك نمسح دمعه ونبكي يا خيان هذوما زوز اللي يعجبوني انا ولتو شدهم في المخ يا الخويا الخويا يا خويا بيني وبينك الفيزا عنده لميمه عنده ولا وجعتوها عنده احنا اصحاب زاد انا تحفونا برشا وعلى فكره عنده المزموم تاعو تحفون برشا يا ويلك مني يا ويلك كيما الفيزا كيما طولي ونسي الخوف والله من اشهر الاغاني انا تعجبني الفيزا نتاعو هذيك هي ما احنا كيما قاعدين ترى نبحثوا على كاسيت ولا سي دي للفنان الشعبي المطرب الشعبي لطفي جرمانه ما قبلتنيش هكا سي دي ولا كاسيت للفنان هذا نجيبو منه انما يفاو ما بقى طالب عليه شويه مرتفعه نجيبو في ساو يفاو كيما هذوما انما مش الالبومات الكل هذوما فما هذوما البومات قدم ولا جدد والناس اللي تجي تلوج على لطفي جرمانه اسكو تلوج على اغانيه القدم ولا جدد اغاني قديمه ما هو تو ولا محسوب من الفنانين الملتزمين باش نخليك تتوجه لطفي جرمانه بكلمه ممكن تنصحه بها شنو هي تقول له من خلال الكاميرا حنبال خاصه انه باش يكون ضيف بحدينا في ديمونش حنبال
نقول له ان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله ماذا بينا نشوفوا اعمال جديده. ننصحوا يخلي الجمهور تاعو يحبوه خلاص ويكون مليح. وهذا هو عنده صوت باهي وعنده ان شاء الله يواصل وان شاء الله يزيدنا اغنيات حلوين اخرين معتك. لما نقول له رانا نستناو في الاعمال الجديده نتاعو ربي معاه. والله يقولوا ماذا بيه يرجعنا الميدان. عندي برشا ما سمعتوش، سمعت الصوت. خويا يزيدنا من طرف غناه، يزيدنا حاجات باهيه كيما غناه من قبل. يلزموا يوري روحه الفتره هذه، خاطر فما برشا ناس توا دوبلت عليه وصيبته، فهمتني؟ يلزم يرجع للميدان كيما كان قبل. شنو هي الاغنيه اللي تحب تسمعها سبيسيال ليك انت؟ احنا اصحاب. حب نسمع احنا اصحاب. ماذا بيا سمعنا من اعز ما عنده. اغاني الحلوين القدم، سكتوا القدم. لطفي جرمانة نحبك برشا ونحب ديما نشوفك. لطفي جرمانة توحشنيك برشا نحبكم ترجع. وهذا يا ابو سليك. مفاجأة عجيبة لك على كل. أهم زميلتنا هدى بن صالح اللي خرجت بهذا التحقيق، أهم الأسئلة هي لطفي علاش من عام 2000 بعد بسرعة سي لطفي، لأنه سنذهب للغناء والوقت. يقولوا كلهم لطفي من عام 2000 بعد. أنا ما بعدش، أما ما عنديش حضور في التلفزة. فوالا هذا في التلفزة. باهي باش توعد الناس هذوما اللي طلبوك بالإنتاج الجديد، يعني يحبوك تنتج الجديد. أنا الإنتاج الجديد نتاعي قبل الثورة خرجت كاسات أنا والأخت عالية بالعيد، كاسات علوة برشا. هذا آخر إنتاج عملته؟ أي آخر إنتاج. آخر إنتاج. أيوه. واضح سي لطفي باش نسمعوا تو طلبوك في شفنا واحد من المشاهدين يقول يلخو يلخو فوالا يغني يلخو لطفي. أنا ما يبكي لي إلا جنفري، أنا والله نكاسي في العذاب، هذاك اللي عطناني صغري هذاك اللي عطاني زغي، في جرتك يا خويا وفي جرت الأصحاب، يا بكثر الأصحاب صاحب اللي زينك صخرة واللي صخرة، ما تديروش ما تديروش يمينك كان عندك أحباب، كان عندك أحباب، كان عندك أحباب، تلقاهم في الغصرة سيدي عيش على التجراب، بالله بالله عيش على التجراب، والله لياب والله يا لياب والله لياب يا خويا بيني وبينك داي 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 Oh!
تنطفئ الأنوار في ديمونش حنبعل ولا تنطفئ على قناة حنبعل، لحظة الاعترافات ولحظة الذهاب إلى عمق الفنان، عمق المطرب الشعبي لطفي جرمانة. يعدني أنه بش يقول كان الصدق، بش يكون صادق في كل كلمة يقولها بدون ميكرو طبعا. تعدني أنك لطفي بش يكون صادق في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وحق ربي واللي خلق الدنيا والدين يكونوا معاك غادي من صادق. واضح. نبدأ إذن بالنغم الأول. سلام الناس لم يقدم ولا يأخر، كلام الناس ما لام وغير مش أكتر، كلام الناس لم يقدم ولا يأخر، كلام الناس ما لام وغير مش أكتر. كلام الناس برشا كلام تقال على لطفي، قالوا لي لطفي ما عادش يغني. ربيت هذا وصل. شو تقول للناس هذا؟ انت تغني وهم يقولوا ماكش تغني؟ صحيح الحكي. طيب فما حاجه، اذا كان انا باش نجاوبك تحب انا ما نحبش نقول كلمه توجع على العباد والزوم لا يا بلغس، اما باش نقول لك كلمه برك، انا نغني الى يوم يبعثوني اذا كان قدر لي ربي. الحمد لله. واللي قال فيا كلمة أنا جسوي لا وتفضل. وجعتك؟ سيسير وجعتك بوكو. واضح. نمشي للنغم الثاني. أشهد أن امرأة أتقنت اللعبة إلا أنت، إلا أنت، واحتملت حماقة عشرة أعوام كما احتملت. أشهد أن امرأة أتقنت اللعبة إلا أنت، إلا أنت، واحتملت حماقة عشرة أعوام كما احتملت. واصطبرت على جنوني مثلما صبرت وقلمت أظافري. في حياة كل رجل امرأة وقفت إلى جانبه أعطاته كل شيء بيقف. أنت شكون المرأة اللي وقفت معك؟ من أناهي؟ المرأة بصفة عامة. لا ما هو من أناهي؟ وقفت معك في حياتك في مين؟ في حياتي أنا، في حياتي. شكون مدين أنت؟ مدين؟ شكون تقول تحب تقولك شكون اللي وقف معك لطفي؟ وقفوا معايا كان اللي قلوبهم طيبين. مرأة؟ مرأة مرتي وامي وليداتي سيتو والصعابة اللي تلقاهم وقت الذيم وقت الشدة. واضح. اللي هما مثلا على سبيل المثال هذوما أختي أكثر من صعابي يعني. تصفيق على نمشي إلى النغم الآخر. ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعقود، أنا يا مصبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان، أنا يا مصبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان، أنا يا مصبرت. لطفي اللحظة، لطفي خليني نسأل وانت تجاوبني، اللحظة اللي طلبت منك برشا صبر، برشا صبر، طلوا علي موت اللي انت موت عندي، جاك خبر اللي قالوا لك فيك الروسة وجات وجلت، طلوا علي موت، طلوا علي مريض بمرض ما نجمش نذكر، طلوا علي جلطة وفيك الروسة. وهذا مش صحيح طبعا يا ربي. هادي أنا قول لهم الناس هذوما إذا يتفرجوا فيك في التلفزة هما تو بينهم وبين الرب، بينهم وكلتهم للي ما ينام الليل. واضح. نمشيو إلى النغم. فما واحد سمعني خويا توفيق اللي باش نشكره برشا هو أشرف خويا
أشرف المتيم بتاعي ولدي أشرف وعبد الكريم بن زرتي وخويا الكبير صالح الفرزيت كالصفيق. تحية لك. نمشيو إلى النقب الآخر. سلامتك من سلامتك من سلامتك من سلامتك من قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله. المرض صعب، تجربة مريرة والانتصار عليه. أنا الحمد لله اللي قلك فلان مرض ربي يتفكر، أنا ربي يتفكرني حلو ياس وربي يحبني. ساعة هي امتحان، امتحان تعرف فيه شكون خوك وشكون عدوك وشكون حبيبك وشكون له وله وشكون نص قصبة وشكون عرفت فيه. اش تعلمت؟ شي الحاجة اللي تعلمت؟ المرض علمني الصبر، واللي علمني الأمان في الناس الكل، الأمان، وديما تقرأ حسابك وتخاف على روحك. نمشي إلى النغم الأخير. لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي هوا، ومش أنا اللي أجي وأقول عشان خاطري ولا ليا حق معاك، يبقى أنت هاجرني وأنت اللي ظالمني وفاكرني حسرة جاي. أنا قلتها كلمة وكل شيء اسمى ودي اسمتي وهيّا، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل، وعيدني أرجع تاني لا هرجع لا تاني لا. لطفي يبكي الإنسان، يبكي الرجل، وقتاش بكى لطفي؟ أنا نبكي كل يوم، أنت تتكلم وأنا نبكي، هما يشتحوا وأنا نبكي، هما يصفقوا وأنا نبكي، علاش؟ على خاطر هما فرحين وعاملين أمبيونس، وأنا نبكي من الداخل، باش بقى أحاسيسي بالحاجة الحلوة اللي توصل لهم اللي يحبوهم واللي تفرحهم، هذاك هو المطلوب من الفنان، مش فنان شد ميكرو قام واه 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 شنو؟ لطفي نشكرك. بارك الله فيك لطفي جربان المطرب الشعبي القدير، نشكرك اللي كنت صريح جدا على كل الأجوبة. والله تشتعل الأنوار في ديمونش حنبعل، ونودع لطفي جربان على أمل اللقاء، وأعتقد أنه من ديمونش حنبعل من هنا تبدأ، من هنا يبدأ لطفي من جديد. إن شاء الله إن شاء الله يا شاء ربي. خليك مع الكاميرا هين. أنا كان ما يراش من أخويا توفيق وكل إنسان يسمع فيا سواء اللي بالكواليس ولا اللي كاميرا، نحب نعمل ديديكاس. تفضل هذه الكاميرا وبش نمشيو إلى فاصل ونرجع فاصل كوميدي. نعمل ديديكاس لأولادي الكل وأخواتي الكل، على رأسهم بابا محمد وأمي شريفة، ولكل إنسان يحب لطفي ولا ما يحب لطفي. بتصفيق كبير نودع لطفي جرمانة. شكرا على لقائك رفو لطفي. شكرا شكرا، سعيد باستقبالك. نذهب إلى فاصل كوميدي ثم نعود إلى ديمونش حنبعل. عبر الفضائية حنبعل، تصفيق على حنبعل القوية. طبعا طبعا هذا الجو اللي يحبه التونسي، يزيني من تلافز كبي، يزيني من حوارات، يزيني من تحل تلزة تقام الكل، والله من منطلق التأسيس وما التأسيس وكذا ينزي بدينا. هذا الجو اللي يحبه التونسي، هذا هو اللي يحبه التونسي، هذا هو. واسمعوني كذلك تحية، والفضاء هذا يمتع ستة سوية ونص من البث المباشر. أنا قلت ستة سوية ونص بالعاني، خدت كلمة سبعة ولا تعمل لي الإرجيل ويطلع لي حب.
ما عادش نقول جسر جسر تواصل خاصة مع المواطنين خارج الوطن. حب تحية اليوم وين كانوا توا في أي بلاد في العالم، تحية اليوم برافو. والتوانسة التوانسة التوانسة يقعدوا أقوى شعب في العالم، هذا بلا منازع، وهذا يتفهمنا فيه وما عادش فيه رجعة. خاصة التونسي تفهموا في الشارع، محلاها التونسي في الشارع تفهموا من تصرفات حلوة. يدوخ مثلا مواطن في الشارع يطيح، يطيح لحاجاكم سكر الدم يطيح، المهم القفلة يطيح، يتلموا بها 40-50 نفر ويركحوا فيه. ازهر 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 مفتاح مفتاح ذكر مفتاح ذكر تقول يخدم في تراكتور، يشلوه يغسلوه ينظفوه يتفتفوه هكا يخرجوه هكا يخرجوه. لا هلا 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 ولانو يا لانو ولا وتهزين الكلو، لانو يا لانو وتهزين الكلو، سبحان الرب عداد عني فينا صلو، سبحان الرب عداد عني فينا صلو، ولانو يا لانو وتهزين الكلو، يا لالو والحاسين الكل، لالو يا لالو والحاسين الكل. يدخل عليه نور الدين الكحلاوي، تصفيق على نور الدين الكحلاوي. يا لالو يا لالو وما على زين وما بانو، يا لالو يا لالو وما على زينك مام، وعيوني عجبوني وعيوني عجبوني بالله يا لالو. الواحد يبدا يسخن، الرياضة هي تقوي العضلات وتكب الرمانات، شوف شوف هكا رمانة، شوف شوف هكا قوة، عين حسود فيسك تحك الواد، إلى مايك تايزن يسمع اسمي عود يرعش من خوف، أمي ثلاث مرات تجيني للدار، شحت في عايش وريدي ما تلعبش معاه، عايش وريدي ما تلعبش معاه، نعطيك اللي تحبه ما تلعبش معاه، لك أنت تبايكيرا وهو ضعيف في حاجة، مرة تحسبه فيا شوية ورا تريف، هو جاكي شن عريش عمره ما جات تونس، فهموني عريش، على خاطر أنا هنا. عاد خاطر انا هنا قال بالحرف واحد ما ندخلش تونس ما دام محمد من عارفه وهنا اللي هو انا بكل تواضع. مره مشيت لامريكا وقت استدعاني محمد عليك راي صاحبي اكثر من خويا، مشينا نعمل في دوره في امريكا، امريكا كل تقول شكون هذاك بحث محمد من عارفاوي، مو ذاك محمد من عرفاوي وري بحذاه شكون، هاي جبنا فيه يمكن صاحبه، يا وليدي مرة تحسبوا فيا شوية ورا تريف، مرة هزيت 300 كيلو بيدين واحدة، وقتها في الدار ما شفنا حتى خايف من عين. شو سمير بقي يضحك، شو بقي مش مصدقني. عجب اللي بحث هسك تحقق ويد، كيفاش بناه ما صبوه وبقيت انا هذا شهر حدا هما صبوا رقص، لو كان مشينا ينجموا يبناه هما، وكيما قالوا الناس قبل يحرم من خمسة وكثير من همزة. يا ولاد عمرها مياه قدام الكوافيز، عزلين غادي قدام الكوافيز، عزلين يقول هاي ويدو. نعم un peu de temps quand même.
لاخر دقيقه ما يسلموش، مش كيما اللي عندنا 40 سنه تبرك 40 سنه تولي كيس في كلاس. الكوزينه بنت النوم، بنت النوم، الكوزينه، الكوزينه، بنت النوم. اش فما؟ بالحق فما بعض النساء مش الكل بيزور، يا ولدي 40 سنه ما عادش تعقلها، تتخمر وتقرط راسها، تقول جاكي شو ما عادش تفهم منها شيء. المواطن يخدم 18 ساعه مسكين، يروح للدار وفي المرواح مسكين يعني بيربي يشوف انواع واشكال معناها لا اراك معناها مكروه، يخلد للدار يعني بيك الربي، يحل الباب ويدخل في باله شيخ باش يلقى درة الزمان تستنى، يحل الباب يلقاها في الكلوار كي الكوتس قاعده، يقول حبي ماما، يكذب وينسي قنوش بابا كان شنو جوك ميمة اش تجاوبوا عليه اش فما جيب لك طبيب ماما عاملة رنفوع على نملة بنت الكلب اش فما اش فما اش فما اربوخ يما يا يا فكر يا يما ابوك ما بو بو ما اقرب اقرب مش عور الزود طيحة تاني يا مش عور الزود طيحة تاني هيا معانا نركبوا الخيالي يا طبعا يتواصل ديمونش حنبعل في هذه الأمسية، إن شاء الله نكونوا دخلنا كثير من الفرح عليكم في هذه الأمسية من الكرة والفن. الاستضافات الأخيرة في ديمونش حنبعل، طبعا ما زالت الاستضافات مش نتواصلوا معكم حتى للسبعة وعشر دقائق، إذا ما زال عندنا ساعة وربع بالضبط. نحب نستقبل في ديمونش حنبعل المطرب اللبناني روني فتوش. اهلا وسهلا بك، مرحبا، اهلا وسهلا بك، تفضل روني. طبعا مع روني ياسمين بن سعد زميلتنا. ياسمين بن سعد مرحبا. ونحب انا سعيد جدا باستضافة من اقدر مطربين وملحنين في تونس، توحشناه، ما عادش روى برشا في التلفزة. تعرفوا اللي الفضاء هذا دائما يعيد الذكريات ويعطي ويكرم الناس اللي قدموا الكثير للفن في تونس، وبأسف ربما بعض التلفزات الأخرى نسيتهم، ولكن في ديمونش حنبعل وفي قناة حنبعل ما يتنسى حد. بتقدير كبير وبتصفيق كبير حب نستقبل المطرب القدير توفيق الناصر. أهلا وسهلا بك سي توفيق، مرحبا بك سي توفيق، أهلا وسهلا بك. روني مح اهلا بك، شنو حوالك؟ لاباس؟ هيقول شنو حوالك بالتونسي عاده قبل ما تغني بالتونسي. الحمد لله، الحمد لله يا رب. الحمد لله، الحمد لله. على كل مرحبا بك روني، كيف الفن، كيفاش وجدت الساحه الفنيه في تونس؟ الساحه الفنيه بتونس ساحه جيده، فيها فنانين اصيلين الله يوفقهم دائما. شكون يعجبك في تونس بدون مجامله؟ بيعجبوني المطرب اللي متاثر به في تونس، المطرب المتاثر فيه اللي يعجبك. انا بصغري التقيت بفنانه كبيره الله يرحمها، تاثرت فيها، عليا، عليا التونسي، سيده عليا، وغنينا مع بعض سنه ال 87. شغنيتوا مع بعض؟ وكان وقتها كانت هي الفيدات،
كنت انا كنت كنا على الحفله بسوريا، انا افتتحت البرنامج، كان الفنان جورج وسوف بالنص، وكانت عليا التونسيه هي الفيدات، هي النجم. نعم. روني، احيانا المشاهد توا اللي باش يشاهدك يتساءل، روني انت بديت مع المع نجوم الفن اللبناني، انت بديت تخرجت من استوديو الفن؟ لا، انا تخرجت من ليالي لبنان. من ليالي لبنان قبل استوديو الفن. يعني انت جير ربما خلطت على رغب علامه في بداياته والاسماء الكبيره اللبنانيه. طبيعي. لكن السؤال المطروح، علاش روني تاخر ربما انتشاره عربيا؟ اللي صار انه بديت ببداياتي كانت انطلاقه جيده جدا مع كنت الطفل المعجزي، وغنينا اغنيه كبيره واستقبلونا امراء وملوك سنه 83. كان بعد في الجيل الموجود هلا بالساحه، كان بعد ما ولد، يعني بعد ما خلق وقت كنا نغني، حتى في فنانين كمان كانوا ما طلعوا، كانوا بعد ما بينوا على الساحه العربيه. كنا وقت نغني وانتشرنا عربيا، انتشر اسمنا كثير. الغيبه هي غيبه اثرت علي، هي وفاه خيي اثرت علي فنيا ووقفتني 10 سنين. بالعشر سنين بعدت على الميدان الفني تقريبا. تقريبا والعشر سنين اليوم بيطلع جيل جديد ما عادش يعرف هيدا الاسم، اما الجيل القديم ما زال متذكر روني فتوش. أكيد. وناطر شو يقدم له روني فتوش، لانه هي المشكله مش انه انا نزل اغنيه او نزل سي دي جديد على الساحه وكثر من الاغاني حتى يقولوا والله لك انتاجه كثير، اما الانتاج موش بالمستوى المطلوب. هو المهم انك تعمل اغنيه وحده وتكون بالمستوى المطلوب كلاما ولحما وانتشارا. روني احكينا شويه، نحبوا نسمع روني في ديمانش حنبعل. النغم الاول، النغم الاول مع روني حبيب. هذا الميكرو ميكرو حس. بتصفيق كبير معك، بتصفيق كبير. بيض بيت سوا بيت سوا. أنا بحيا الجمهور الحلو، إن شاء الله حولكم، إن شاء الله حولكم. يا زمن يا زمن العجايب، تقبر عدامي كل سمرة فاتنا، تقبر عدامي كل سمرة فاتنا، تقبر عدامي كل سمرة فاتنا. انتو لو طلبتوا مني عزيمي بقلب الميت تونس بتولع عزيمي. طلبتوا مني عزيمي بقلب الميت بتولعوا عزيمي، أنا كرمال عيونكن، أنا كرمال عيونكن وعيون تونس ما بدي عزيمي، أنا من واجبي لفي طلاي. حبي علينا بس حبي مثلنا، وحبي علينا بس حبي تركها عالرماني، دق الماني دق الماني، طولك يا عود الريحان يا بعيون التبلان، دق الماني دق الماني، تيرشش 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 تيرشش. الله يلا
بطاله روني بيحبها مجنون دنك الماني دنك الماني طولك طولك يا بعيون عيون عيونك ببلالي دنك الماني دنك الماني تيرشاش 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 حبيت ايضا شكر العزيز بولعابة اللي معاه اللي رافقه الان شكرا لروني ايضا انا سعيد باستقبال سي توفيق الناصر اهلا وسهلا بك هذه اجواء ديمونش حنبعل شو تحب تقول سي توفيق هذه اجواء رهيبة بالحق رهيبة بداها لطفي وكملها وكملها روني كل حال انا اشكرك على الاستدعاء ومن سوء حظي واني اليوم مريض لكن ما حبيش نرفض الضيافة يعطيك الصحة تصفيق راهو سي توفيق مريض وجانا معناتها يعطي الصحة واللي أعطى كلمته بالضبط كل حال أنا جيت زائر نعتبر أنه وأني زائر فهمت وتمتعت بالفن الشعبي التونسي واللبناني ونحب نقدم تحية تفضل أكيد سي توفيق سي توفيق حضرنا حاجة لازمة بتصفيق كبير منكم سي توفيق الناصر المطرب والملحن القدير في تونس حنبال يا نظارة عشيات الأحد معاكم أوقات حلوة ومختارة تسعدكم وتنال رضاكم ألوان وأجواء كبيرة وضيوف عديدة وكثيرة بالصدق تواصل المسيرة ابقوا معانا محلاكم احنا مع الاقتراحات ونلبيها الطلبات مطربين ومطربات حضروا معانا وفرحناكم عشية متعكم وتزيد رياضة وبرشة تفريد صوت الشعب عملها يفيد ومعاها تلقاوا هناكم حنا بعد يا نظارة عشيات الأحد معاكم أوقات حلوة ومختارة تسعدكم وتنال رضاكم سي توفيق انت تفرجت في هذا البرنامج وهذه المنوعة ليه اللي حركت فيك الشيء هذا خليتك كتبت طبعا
أنا شو لقيت فيها؟ شو لقيت فيها؟ شو رأيك أنا فيها؟ شو اللي لقيت؟ شو اللي حس؟ أنا البرنامج هذايا يفكرني في الإعلامي الكبير نجيب الخطاب. المرحوم نجيب الخطاب. نجيب الخطاب في وقت من الأوقات كان عشية لحد بطبيعة عشية لحد طويلة ياسر على المستمع وعلى النظارة وعلى الناس يحبوا يعدي وقيت باهي. فكان نجيب الخطاب عشية كاملة الناس تتفرهد بالتلفزيون. تشد في التلفزيون. البرنامج هذا يفكرني في نجيب الخطاب، يفكرني في العشية هذيك. يعطيه تصفيق على ديموج حمدان كسنوة تاوة. يعطيك الصحة سي توفيق. أنا سمعت في الحصة اللي فاتت من البرنامج هذا سمعتكم أعلنتوا على مشروع انتستا. والله متابعنا سي توفيق تصفيق كبيرة. متابعنا بالحق. أنا فكرت نساهم في البرنامج هذا لأنه ذكرني بنجوم الغد اللي أنا اللي أنت شرفت عليها في فترة ما كنت واحد من عناصرها يعني الفعلة. وقلت إيش بيه نشاركوا ما فيها بس. والمبادرة متاعي هي بتصور لحن مميز. لحن مميز لإنتستا شو نقول فيه وليت نقول كيس يا منصف بن سعيد شو نقول فيه هاي بزيل بالألحان وبالأشعار ورعاية حنة بعلية إيه بيها تصبح أنت ستار تلمع في الساحة الفنية. يا عيني يا عيني حنة بعل ترحب بيكم ترعاكم تاخذ بيديكم تختار غناية تواتيكم للنظارة تكون هدية في برنامج أنت ستار نجمك يسطع بالأنوار تنجح في ليلة ونهار تنال الشهرة في المرئية بالألحان وبالأشعار ورعاية حنة بعلية بيها تصبح أنت ستار وتلمع في الساحة الفنية. يا عيني يعطيك الصحة سي توفيق. سي توفيق هذه اللي عندنا أنا طب شو أطلب منك طلب باش نذكروا هالشباب هذي اللي ربما يتسائل توا شكونوا سي توفيق الناصر. أنا نحب نقول اللي سي توفيق الناصر من الأغاني ومن أشهر الأغاني اللي عملها سنوات طويلة معناتها عندها يقول لي سي منير 30 سنة عندها كيكا صباحك سكر لنزار القباني ردوا بالكم لنزار القباني لحن من ألحان نزار القباني نسمعوها نسمعوها. نحب نهدي لك أنا المجموعة إيه هذه المجموعة وموجودة فيها بتصفيق كبير منكم صباحك يعطيك الصحة أنغام من حياتي سماها بربي خان عديوها وريها لي سيد المخرج أنغام من حياتي قصائد عربية من ألحان توفيق الناصر. أحايا قصائد عربية هذا هو الجيل اللي بناه الأغنية التونسية صراحة. على كل سمعنا منها شوية لا مذبيا نسمعكم نسمعوا نسمعوا صباحك سكر خلنا نمشيوا للذكريات ونمشيوا للماضي الجميل والزمن الجميل. أقول صباحك سكر إلى مر يوم ولم أتذكر ولم أتذكر أن أقول صباحك سكر ورحت أخطك طفل صغير كلاما غريبا على وجه دفتر ورحت أخطك طفل صغير كلاما غريبا على وجه دفتر فلا تضجري من ذهولي وصمتي فلا تضجري من ذهولي وصمتي ولا تحسبي أن شيئا تغير إذا مر يوم ولم أتذكر ولم أتذكر أقول صباحك
أتذكر ولم أتذكر إيه أن أقول أقول صباح في سكر فحين أنا لا أقول أحبك فما أعلم أني أحبك أكثر فحين أنا لا أقول أحبك فما أعلم أني أحبك أكثر إذا جئتني ذات يوم بثوب إذا جئتني ذات يوم بثوب كعشب البحيرة أخضر أخضر إذا مر يوم ولم أتذكر ولم أقول صباح في سكر إذا مر يوم ولم أتذكر ولم أتذكر إيه أن أقول أقول صباح في سكر وشعرك ملقا على كتفيك كبحر كأبعد ليل مبعثر وشعرك ملقا على كتفيك كبحر كأبعد ليل مبعثر فلا تنعتيني بموت الشعور فلا تنعتيني بموت الشعور ولا تحسبي أن قلبي تحجر إذا مر يوم ولم أتذكر ولم أتذكر أن أقول أقول صباح مر يوم ولم أتذكر ولم أتذكر في أن أقول أقول صباح في سكر ورحت بتصفيق كبير. هذه من أغاني توني روني، هذه من أغاني الأستاذ القدير توفيق الناصر اللي هو أستاذ الأغاني اللي نعشقها، هي الأغاني الأصيلة بالحق. أنا من الفنانين الكبار في تونس، شكون اللي تعرف يعني نقول جيل سي توفيق الناصر؟ يا عين أنا إلي الشرف اليوم أني تعرفت عليك فنان عظيم. التصفيق على روني روني يعني على كل أستاذ الكريم بدي أشك بس بشغلي لو سمحت. بالحقيقة أنا لبسني اليوم وسام بوجود هالفنان الكبير والله. شكرا جزيلا يعطيك الصحة. مشاهدينا الكرام نرفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها ثم نرجع ثم نعود.